محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد مرجان مساء الخير وألف مبروك لينا جميعا عقد الرعاية والخطوة الناجحة جدا النهاردة بتوقيع عقد الرعاية ورعاية شركة بريزنتيشن لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي. ربنا يخليك. طبعا انا بس يعني الحمد لله رب العالمين، وعايز بس ابدا كلامي اقول بس ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، استكمالا لكلام يعني الاخ العزيز محمد كامل. يعني ما شاء الله ربنا يحفظ النادي الاهلي ويحفظ النادي الاهلي ويحفظ بلدنا ان شاء الله باذن الله، ويتم على خير ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله نفوز بالمباراه اللي هي حلم النادي الاهلي وحلم الاهلاويه وحلم الجماهير. طبعا انا عايز ابارك لكل جمهور النادي الاهلي العظيم، كل اعضاء الجمعيه العموميه، كل العاملين في النادي الاهلي، ده حقهم وده يعني عايزين نقول اقل من حق النادي الاهلي زي ما كل الناس بتقول. ببارك لشركه بريزنتيشن، طبعا باين جدا جدا لما يكون واحد بيحب وحابب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي وحابب قد ايه يكون بيتعاون مع النادي الاهلي. يعني فعلا محمد كامل على راس مجموعه محترمه، مجموعه وطنيه جدا جدا، مجموعه بتحب بلدها، مجموعه عايزه تعمل حاجه لبلد. احنا دلوقتي عارفين الظروف المحيطه ببلدنا شكلها عامل ازاي، الكل بيبني والكل بيشتغل في صمت، مفيش حد بيعلي صوته الا اللي هو عايز يثبت وجود باي طريقه مع اخفاق فشل او بيداري على فشل. النهارده النادي الاهلي ماشي في الخطوات دي، النادي الاهلي النهارده نادي الوطنيه بيتحرك الحمد لله رب العالمين رياسه، يعني انا مش عايز اقول عشان ما يبقاش يعني يبقى فيه رياء، بس هي دي الحقيقه، اسطوره الكره المصريه واسطوره الاخلاق والادب على الوطن العربي، وفعلا راجل محترم يستحق كل التقدير كابتن محمود الطيب، وسعداء جدا انا واحد من الناس يعني دي فعلا جزيل الشرف اللي انا يمكن ابقى موجود على راس الاداره التنفيذيه في الوقت الحالي. الحمد لله رب العالمين، احنا الفتره اللي فاتت في مجهود جامد جدا بيبذل، في مجهود من مجلس اداره جامد جدا بيبذل في كل المجالات وفي كل الاتجاهات، فعلا روح مجلس اداره بيشتغل بروح الفنانه الحمراء. النهارده الحمد لله ربنا اتمها علينا بالخير، امبارح كان عقد رعايه الملابس مع شركه عالميه انجليزيه امبرو عشان خاطر النادي الاهلي يرجع تاني للعالميه ان شاء الله. النهارده الصبح توقيع عقد الرعايه البرزنتيشن اللي كانت مفاجاه، وانا بقولها وباكد على كلامي دي كانت مفاجاه لكل الناس، احنا بنبقى عارفين لغايه الساعه 8:30 بالليل زي محمد كامل قال مش عارف، لغايه 11:30 بالليل في مفاوضات شغاله، لغايه النهارده الصبح الساعه 7:30 و8 الصبح في كلام رايح جاي، لان الكابتن خطيب بيدور على افضل شيء لمصلحه النادي الاهلي دون اي اغراض شخصيه، وهو ده سر النجاح في النادي الاهلي اللي كله بيتفانى، كله بيشتغل دون يعني نظر لمين عمل او مين انجز او مين اتحرك، لا هو كل فريق واحد بيتحرك. النهارده زي ما انت عارف مجلس اداره النادي الاهلي نائب رئيس النادي في مع الكوره في بعثه الجزائر، في الكوره في بعثه الجزائر، كابتن جوهر نبيل مع فريق كره اليد ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا كره يد، السباحه لسه راجعه كان معاها استاذ ابراهيم الكفراوي، كله بيتحرك في كل المجالات، دكتور مهند مع الباسكت في لبنان بطوله الحريري، يعني بص كله بيتحرك في كل المجالات. طيب كابتن مرجان بدات بكلام مهم قوي، يعني اول كلامك اللي بدات بيه هذه المداخله في علامات او دلالات معينه عايزين نسالك عنها، الناس هتشوف في تحرك النادي الاهلي والخطوه اللي انجزها دي امرين يعني امور رئيسيه جدا يجب التوقف عندها والاشاره اليها. فكره اولا النادي الاهلي ما بيضيعش وقت، انه بيتحرك بشكل عملي جدا واحترافي جدا لما بيلاقي اي طرف من الاطراف قصر في حق النادي وفي حق التزامه التعاقدي مع النادي، النادي لا يقف كثيرا ولا يبكي على لبن المسكوب، بيبدأ يتحرك ويبحث عن ويحقق الأفضل. الأمر الثاني فكرة أن النادي الأهلي هذه العلامة الناجحة وهذا الاسم الناجح أنه بيجتذب دايما أفضل مما كان موجود في أي عقد وفي أي تعاقد وفي أي علاقة استثمارية رياضية مع أي طرف من الأطراف. يا ريت تعلق على الأمور دي. شوفوا حضرتك اللي تعلمناه واللي تربينا عليه في النادي الأهلي اللي بيحصل دلوقتي ده، دي حقيقة رسالة لجمهور النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي المتحمس والناس اللي بتغيره فعلا وبتحب النادي الاهلي، رساله لاعضاء الجمعيه العموميه، رساله للعاملين في النادي الاهلي من اصغر عامل لغايه الاداره التنفيذيه اللي موجوده، دي رساله النهارده ما تبصش وراك، النادي الاهلي بيشتغل بس، النادي الاهلي دايما بيرد بمجهوده وبيرد بشغله وبيرد باسمه الكبير، النادي الاهلي اسم كبير قوي قوي، الناس كلها عارفه كده كويس قوي. النهارده لو انت هتلاحظ التعليقات على السوشيال ميديا النهارده من الدول العربيه ومن الدول الافريقيه، الناس بتبارك فعلا من قلبها ومن حب. النادي الاهلي بيحترم القوانين، بيحترم اللوائح، عارف كويس قوي حدود التحركات وشكلها عامل ازاي، عارف واجباته عامله ايه، ما بيخرجش عن هذه الواجبات، ما بيخرجش عن هذا النطاق. من اكبر واحد على رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاصغر
عامل في النادي لاعضاء الجمعيه العموميه لجمهورنا الواعي وشبابنا الواعي، احنا كلنا بنتحرك على قلب راجل واحد، عارفين حدودنا كويس قوي، بنتحرك زي ما انت شايف النهارده كده، بنرد على اي حد، بنرد على الكلام ده كله. النادي الاهلي يستاهل مننا كتير جدا 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 ومجهود كتير جدا، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا النهارده بالعقد الرعايه، وامبارح الحمد لله بالملابس. ناقص حاجه واحده، مطلوب الفوز ان شاء الله باذن الله، مطلوب نرجع نفوز ببطوله افريقيا، يعني ده الحلم الحقيقي فعلا للنادي الاهلي، مطلوب لكل فرق الرياضيه للنشاط الرياضي، يعني ترد الجميل لجماهيرها، ترد الجميل لاعضاء الجمعيه العموميه بفوزهم المستمر وتحقيق افضل نتائج في الفتره الجايه ان شاء الله. وده اللي احنا عايزينه. متهيألي كمان يا كابتن مرجان امر يسعدك ويسعدنا جميعا، مش بس كاهلاويه، كمصريين بشكل عام، فكره ان عندنا في مصر القدرات لما بنتكاتف ان احنا نحقق افضل مما كان، مع احترامنا للمشاركه ولاسهام اي طرف من الاطراف، اي مستثمر، اي جهه ممكن تشارك معانا في المجال الرياضي او في اي مجال اخر، اي رؤوس اموال عربيه او اجنبيه ممكن تدخل تشارك في اي مجال في مصر، لكن هذا لا يعني اننا قدراتنا يعني اقل من هذه القدرات، بالعكس احنا قدراتنا اعلى، ولما بنتكامل ونتكاتف اعتقد ان احنا المؤسسات المصريه الرياضيه والاستثماريه والاقتصاديه تقدر تحقق كل ما نتمناه. بس زي ما حضرتك بتقول كده، مصر كبيره قوي، مصر يعني رئيس الدول العربيه والافريقيه، المؤسسات المصريه اما بتتكاتف بتبدع، المواطن المصري، الجندي المصري، يعني انا يعني ليا الشرف ان انا كنت شغال في وزاره الداخليه، وما زلت ليا الشرف ان انا انتمي لوزاره الداخليه، فكل المصريين فعلا بيبدعوا اما بيتكاتفوا مع بعض. النهارده انت معاك شركه وطنيه خالصه، شركه برزنتيشن، ويمكن يعني هي دخلت في السباق في الاول وتنافست، وكان حلمها اللي هي تخش معانا، ما حصلش نصيب. النهارده جه الوقت المناسب برضو اللي هي ترجع تاني وتنول هذا الكلام. كان في مؤسسه الاهرام مؤسسه وطنيه كبيره جدا ومؤسسه محترمه وعملت نجاحات، وكانت انا عايز اقول وش السعد على النادي الاهلي مع الاهرام ان شاء الله، لان كان في عقد شراكه ورعايه تاريخي بين الطرفين طبعا، الاهلي والاهرام. اكبر انجازات كان في شراكه مع الاهرام. النهارده برضو انت بتخش في شراكه مع شركه وطنيه، ان شاء الله باذن الله هتكون الفال خير وهتكون ادم الخير ان شاء الله باذن الله، وهنحقق مع بعض انجازات سواء على المستوى الاستثماري او سواء على مستوى البطولات ان شاء الله. يعني هينول رضا المصريين عموما، وهينول رضا جماهير النادي الاهلي بشكل خاص ان شاء الله. موفقين ان شاء الله، ومبروك مره ثانيه، وتحياتنا وتقديرنا الجهد المبذول من مجلس الإدارة بأكمله، من أعضاء الإدارات التنفيذية والأجهزة التنفيذية، وعلى رأسهم طبعا سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وخطوات ونجاح أكبر في الفترة الجاية إن شاء الله. بشكرك جدا المشاركة معنا سيادة العميد. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، في علامات كتيرة جدا مضيئة ويجب التوقف عندها، فكرة تكاتف المؤسسات والشركات والهيئات المصرية في مقدمتها النادي الأهلي.